حاول تبين مثلا التفاح، وكتحاول تبين الدلاح، وكتحاول تبين البعويد، وكتحاول تبين خيز، وكتحاول تبين السلاوي، كتحاول تبين كل شيء. علاش؟ باش كيكون الشخصيه ديالو ضعيفه شوي وكيدوي معاه تيقول لها شوف هذاك اللبس راه ما تلبسيش، وملي كتقول ليه هي اشنا وكتصهد عليه يتكالما، ولكن هو في الداخل ديالو راه ما عجبوش الحال، غير هو ما بغاش المشاكل وما بغاش الصداع. واخا تقبل ليه انه تلبس جلابه، كتلبس ليه جلابه ولكن بالستيل ديالها هي، ماشي بالشكل باش بغاه هو. كاين اللي مباشره بعد الزواج كتبدا تدابز مع الزوج ديالها على الحوايج، هو كيقول لها تلبسي الطويل وهي ما بغاش تلبس الطويل، بغات تلبس القصير. هو كيقول لها لبسي العريض، هي بغات تلبسو لاصق. كيوقع الشجار. هادو بزاف 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 ديال العلاقات كيوقع هاد القضيه. وبالنسبه للدراري اللي مازال ما مزوجيش راه هادشي اللي غادي يكون من القدام، اما بالنسبه اللي مزوجين راه اكيد غتكون دزتو من هاد الامور. كاين اللي مثلا راجلها تيقول ليها تلبسي سروال تحت الجلابه، ما كتبغيش، كتقول لي لا غادي نبان عيانه، ما نلبس سروال تحت الجلابه، نلبس جلابه بوحدها ولا نلبس جلابه مع خويطات. كيوقعوا هاد البلانات. شوفي اختي واخشي غادي نجيك انا من الاخر، شفتي فاش كتكوني باقا ما مزوجاش كتكوني بغيتي تلبسي وكتقادي وتانتكي وتلبسي الجلابه بوحدها وعازله لك الدلاحة بخويطاتها ودوك الستونات، داكشي ماشي مشكل، ماشي مشكل، الله يسامح الله يسامح. صافي شافك ولد الناس، عجبك، حماق عليك، نوا معاك المعقول، تزوج بيك، دخلك لدارو، سد عليك، سالينا الحفلة. ما تعتبريش انه مثلا نتيا الا مشيتي تا زعما فرضتي الشخصية ديالك وهذا راه طفرتيه. راه ممكن كاينين شي وحدين اللي الراجل كيكون الشخصيه ديالو ضعيفه شوي وكيدوي معاه تيقول لها شوف هذاك اللبس راه ما تلبسيش، وملي كتقول ليه هي اشنا وكتصهد عليه كيتكالما، ولكن هو في الداخل ديالو راه ما عجبوش الحال، غير هو ما بغاش المشاكل وما بغاش الصداع. عاد كاين واحد النوع اخر اللي غيتفاهم معاه مزيان، هادشي الا كان هو من داك لو جوغ ديال ما باغيش هو هذاك لو ستيل ديال مراته تلبس بحال هكا. صافي كانت كتلبس سراول ديال الجين مقطعين كذا كذا، دابا ولا باغيها تلبس ستيل اخر. كاين اللي كيصدمك ما كيقولش لك شوفي راه من ورا الزواج غادي نبدل لك ستيل ديال اللبس ديالك. كاين اللي ها هو معاك هانيات ونانيات ونانيات، من ورا الزواج مباشره ان فوا كيديك عنده للدار اولا من ورا العقد مباشره، بقى ما حشيش كاع تيقول لك بدلي الحوايج، كيبدا يجيب لك في الحوايج 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 الحوايج، يبدا يجيب لك في العبايات والبيجامات الطوال وداكشي. ومن حقه باش نجيكم من الاخر، من حقه. علاش؟ لانه هذاك الجسم غادي نجيكم من الاخر، هو ماشي كيملكك، هو ماشي الملك ديال مالكك اولا انت مالكاه، هو مزوج بيك اه، ولكن هذاك الجسم ديالو هو الوحيد اللي من حقه انه يشوف داك الجسم كيف ما بغى. يعني الا فرض عليك اختي اخشي، الا فرض عليك انه تلبسي لبس عريض، لبسي لبس عريض. الا فرض عليك تلبسي جلابه مدردره في الارض، هزيها بحال هكا وشديها قدامك وخرجي بها. الا قال لك تلبسي بيجامه تحت من السروال، لبسي بيجامه تحت من السروال. تقدري انت ديري تحسينات، مثلا يقول لك تلبسي هذيك البيجامه الزرقاء، هذيك هي اللي بغيتك تلبسها تحت من هاد الجلابات. تقدري تكون مثلا خارجه ويقول لك اجي لبسي ديك البيجامه الزرقاء، هذيك لبسات والله يعني ما تخرجي بحال هكا. كاينه اللي تما تتبلسي وياه، والله تنخرج هكا نلبس انا البيجامه تحت من الجلابه، نبان انا هرقاويه، والله الا كانت ليك، والله ما تكون ليك، والله ما صافي قرب لوا. من تما كل واحد فين كيمشي. لا اختي راه هو بيت معاك البارح كيشرمل فيك، بيت معاك البارح كيملخل فيك، وتصبحي نتيا غاديه خارجه هكاك باش يشوفوك الناس ويتخيلوا اصاحبتي راه تزوجتي بركه. اللي كدير هاد الفعل هادو كتكون باقا عينها في شي حاجه اخرى. اما الا كان عينك انك هذاك راجلك
سالينا. كاين اللي باغا تخرج عند صحاباتها، باغا تخرج عند صحاباتها خاصها تبان، وتبان واعره، وتبان زعما عقليه قاوريه وراجلها مخليها دير اللي بغات. وهذا الا كان هو ما قايل لك والو، ما انا ما تهضرش عليك النوع، انا ما تهضرش عليك النوع اللي هو كيلبس هذاك الشيء، انا ما تهضرش على داك النوع، ماشي شغلي فيه. انا تنهضر لكم كنعالج مشكل، كنهضر معكم على الرجال اللي ما كيعجبهمش انه عيالاتهم يلبسوا واحد النوع من اللباس اللي كانت كتلبسوا من قبل، او اللي مثلا واخا تقبل ليه انه تلبس جلابه كتلبس ليه جلابه ولكن بالستيل ديالها هي، ماشي بالشكل باش بغاه هو. تقدروا ديروا واحد الحل اوسط، شنو هو؟ تلبس جلابه وتلبس تحت منها مثلا كولون كحل، او مثلا تلبس سروال اللي يكون مجموع، يعني ماشي كاع ماشي كاع بيجامه فيها دب ولا معت ارنب ولا ما نعرف اشنو، يعني لبس اللي راقي. كاين لبس اللي راقي ومستور، كاين الكسيوات اللي بحال الجلابات الطوالين ما كيبينوش كاع اشنو ملبوس لتحت، وكيكون التاتو ديالها ما تيبينش، يعني كاين بزاف ديال الحلول. اما هذاك الحل ديال انك تقولي ليه ماشي شغلك ولبس اللي بغيتو، ما تفرضش عليا انا الشخصيه ديالك، وانايا وانا بنت، انا ما نعرف اشنو كنت كنلبس ولا داكشي كان في الماضي. ودابا حاجه اخرى، خاصك تصنطي للزوج ديالك، قال لك ديري الفولار خاصك ديري الفولار، وهذه الهضره المعقول. قال لك دخلي شعرك دخلي شعرك، ماشي هو تيقول لك ديري الفولار وملي كتكوني بوحدك تتحيديه، وملي يقول لك علاش حيتي الفولار قلت لك ديري الفولار تقول ليه وانت يا بغيتي تزمطني وانت بغيتي دير، وماشي بغيت زمطك، ماشي بغيت زمطك ولا بغيت زمطك ولا ما تبغي زمطك ولا ما نعرف اشنو. راه انت يا مراتو، انت مراتو، هو كيشوفك الصون بلا والو. اذا انت مثلا درتي واحد اللبس اللي شويه معجبوش، راه شي حاجه عادي انه يهضر، شي حاجه عادي انه يهضر. حاجه اخرى بغيت نعرف غير واحد القضيه، الله يجزيكم بخير، هذا تساؤل، هذا ماشي سؤال ولكن تساؤل، سؤال ماشي سؤال اللي بغيت نعرف الجواب ديالو، هذا تساؤل. علاش انت مثلا البنات اللي كيكونوا مزوجين، تكون بنت مزوجه وعندها وليداتها، كتكون كتلبس شي لباس اللي في الزنقه اللي كتبين اللي كيبان كله بين هذيك، راه كتقلب على شي حاجه اخرى، كتحاول تبين مثلا التفاح، وكتحاول تبين الدلاح، وكتحاول تبين البعويد، وكتحاول تبين خيز، وكتحاول تبين السلاوي، كتحاول تبين كل شيء. علاش ما كتحاولوش انكم تستروا؟ الستره زوينه ما فيها حتى شي عيب، عادي صافي. انت هي واحد السيده مزوجه، دوزي حيدي بالك، كوني انيقه، انا كنركز عليها. انا ما تهضرش لكم على انك تخرجي مبهدله، الاناقه ما تخرجيش موسخه، ما تخرجيش فيك ريحه خايبه، بالعكس خرجي نقيه كتشعلي بالنقاء، هادشي مزيان. ولكن فين تكوني واعره وطوب؟ في الدار ماشي في الزنقه. في الزنقه ما عندها ما تجيب ليك، انت عندك داك المعمع عندك في الدار، خاصك في الدار اللي تكوني طوب. وخلي انه يكون واحد الفرق كبير بين كيف ما انت، خلي يكون واحد الفرق كبير بين انت في الدار والفرق بينه وبين انت في الزنقه. بنادم يكون مدهشر فيك، فاش تكوني على برا اللي شافك كامل يديها فيك، هذاك هو الرباح. الرباح هو انه بنادم كامل يديها فيك على برا، ولكن في الدار تكوني واعره وتبهري الزوج ديالك، هذا هو الرباح. اما الا كنتي في الزنقه واحد الانسانه مثيره، هذاك ماشي رباح، هذاك ماشي رباح. الا كنتي مزوجه وخرجتي على برا وبقاو الناس كيشوفوا فيك، هذاك ماشي رباح، هذاك خساره، هذاك خساره. كنتمنى انه الميساج ديالي يكون واضح وباين، وكنتمنى انه العيالات المزوجات ياخذوا الكلام ديالي بعين الاعتبار. الله يسهل عليكم، السلام عليكم.